تبنى العلاقة بشكل صحيح بشكل سليم؟ أحسنت. واحد، أن تبدأ العلاقة بالنفع. يا جماعة ما في علاقة تبدأ بانجذاب مبني على الذات، الانجذاب يجب أن يكون مبني على الصفات لا على الذات. أن يكون كريماً، أن يكون حكيماً، أن يكون لا على الذات، أن يكون جميلاً. لا يستحق تكوين العلاقة والتعلق بالذات إلا لله سبحانه وتعالى، لذاته سبحانه وتعالى. بينما المخلوق نتعلق فيه اللي صفاته. واحد، أن تبنى العلاقة بالنفع. طيب إيش بعد النفع؟ منفعة. بعدها الأمان. بعدها يجي الحب. أعطيك مثال، أنا أروح المحل مطعم كافي يوميا، فدائما صاحب الكافي يحسن إلي بابتسامة، بنظرة، بسالفة، بيدنيه مني، يقرب، يسوي، يفعل، يزود لي. فهذا الآن قاعد إيش؟ ينفعني. بدأت أأمنه عادي، أعطيه بطاقتي وأروح، ما يجيب لي الفاتورة، يبدأ إيش عملية أمان، أشعر بالأمان تجاهه. ثم أحبه، أبدأ يا أخي أحب هالرجل، لاحظ، لأني أمنته وانتفعت منه. طيب، فإذا حدث هذا قادني إلى نفعه وجعله يشعر تجاهي بالأمان، ثم يبدأ يحبني وتبدأ العلاقة ناضجة بهذه الطريقة. طيب لو عكسنا، لو بدأت العلاقة بالعكس، مثلا بالعكس بدأت بالحب، إذا بدأت العلاقة بالحب فإن النفع، شوف هذه مثلا حب، طيب نفع أمان، إذا بدأت بالحب فإن النفع سيكون مبالغ فيه. لأنك يعني أنت الآن تحب وتبدأ تصرف الجهود والأوقات والتفكير والأموال عشان تثبت الحب، حتى تثبت ذلك الحب، وحتى لا تفقد ذلك الحب، ذلك المحبوب. وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق. يعني هو خايف، ضايق صدر، إن قعدوا عنده ولا راحوا عنه. لذلك أفضل علاقة ممكن تكونها هي أن تغرس بالنفع، شجرة العلاقة تغرس بالنفع وتسقى بالأمان لتثمر الحب. هذه علاقة ناضجة بإذن الله تعالى. طيب خلونا ننتقل أيضا للمفهوم الرابع، كلما زادت علاقاتك، الخامس، كلما زادت علاقاتك زادت مسؤولياتك. احذر أن تجعل لك أصدقاء كثير مو في صالحك. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول من زاد أصدقاؤه، من كثر أصدقاؤه كثر غرماؤه. لأن العلاقة مسؤولية، فيها حقوق وفيها واجبات. أنا تعرفت عليك، ترى بعزمك على عرس ولدي وأنا في آخر الدنيا، بتجيني، وإذا ما جيت أبزعل عليك. إذن يترتب على علاقتي بك مسؤولية، وأنت ما تقدر لا تجعل قلبك كالقطار يستقله الركاب وينزلون. اجعله كالدار يسكنه الأحباب، بس ناس معينين، ترى معين. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه في حجة الوداع أكثر من 120-140 ألف، لكن من أصحابه؟ ناس معدودين، أبو بكر وعمر وعثمان، ناس معدودين يا جماعة. وبالتالي ليس من صالحك كثرة العلاقات، ولا يفتخر بكثرة العلاقات. أيها الكرام، العلاقات كالغطاء، قليله دفء وكثيره عبء. العلاقات كالغطاء، كثيره عبء وقليله دفء. لا تكثر،
لا تكثر منه. من زادت علاقاته زادت مسؤولياته، وليس هذا في صالحك. يعني يمكن أنا ذكرت لكم مرة، ما أدري هنا أو في مكان آخر، لكن كان في يوم من الأيام أنا عندي علاقات كثيرة، وما دخلت مكانا إلا ووجدتهم غير راضين عني. إن جيت لأهلي قالوا ما قد شفناك، إن جيت لعيال عمي قالوا ما قد شفناك، وإن جيت الربعي القديمين قالوا ما قد شفناك، وإن رحت الربعي الجديد ما قد شفناك، وزملائي في العمل ما بك خير ما قد شفناك. طيب لماذا كل يشتكي؟ لأنني أنا متشضر هنا وهنا وهنا وهنا، فلم يظفر بي أحد. مشتت مشتت. حسنت. طيب باقي عندنا حاجتين ولا أريد أن أطيل عليكم، بس أخذ الأسئلة في النهايات. معلش معلش آسف. طيب ستة، كلما زادت عداواتك كلما زادت عداواتك نقصت مساحة الأرض التي تستمتع بها. كلما زادت عداواتك نقصت مساحة الأرض التي تستمتع بها. أنت زعلان على واحد، على راعي البقالة، ما عاد تروح البقالة، وزعلان على واحد من جماعة المسجد، فتروح المسجد الثاني البعيد، وجنبكم نادي رياضي تركت الاشتراك لأن فيه واحد يجي، ودقوا عليك عيال عمك وقلت مني بيجي، قالوا فلان، قلت ماني برايح معكم، والبقالة ما تروح، والمسجد ما تروح، والنادي ما تروح. وين جلست؟ جلست في بيتكم وتهاوشت مع زوجتك، ولا أنت جلست في ملحق. كلما زادت عداواتك قلت مساحة الأرض التي تستمتع بها وتتحرك فيها. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ليش ضاقت الأرض؟ ليش؟ عشان في ناس ما يكلمونهم، فحسوا أن الأرض تضيق. يا جماعة وسع الأراضي التي تمتلكها من خلال أن تسامح الناس، تخلي في خاطرك أحد على أحد شيء. يا جماعة بسألكم سؤال، إذا في سجن، في سجن، هذا الحين ورا السجن الآن، طيب وفي هنا واحد يسمى السجان، السجان مسجون معهم طالما أن في السجن سجين، سجناء مساجين، جالس معهم. ليش؟ هذه شغلته، ما يروح دقيقة ما يتعدى، بس الفرق خارج أن هذا من الخارج وهذول من الداخل، لكن في الحقيقة هم كلاهما في نفس الحيز المكاني والزماني. متى يكون السجان حرا؟ إذا انتهى السجن، عندما لا يكون في السجن مساجين يكون حر. يا كرام أطلق سجناء قلبك عشان تكون أنت حر. ترى لا تفكر في أحد ولا يضيق صدرك أحد، ولا يا جماعة صارت الناس تتنافر من كل شيء، ويهجر بعضهم بعضا، ويقبل رمضان وما زال في قلبه على أخيه المسلم أشياء وأشياء على تفاهات، ويأتي يوم الاثنين ولا يرفع عملك، ويأتي يوم الخميس ولا يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى. السبب إن بينك وبين الشخص الآخر شحناء وعداوة ومشاكل. اسمعني بقلبك الآن، أرجوك اسمعني بقلبك، خلوها مبادرة بيننا، إذا بينكم شيء خلونا نطلق سجناء صدورنا. أيضا اللي يسمعونا يا جماعة، ترى الدنيا ما تسوى. يقول الله سبحانه وتعالى إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ساعة آتية اصفح الصفح الجميل. ليش؟ إيش هذا؟ لأن الإنسان عندما يفكر في يوم القيامة يعرف أقدار وأحجام المشاكل التي يعيشها مع الناس. كم أعمارنا؟ كم أعمارنا؟ 60. إحنا في الدنيا كم؟ من آدم إلى الآن كم سنة؟ آلاف. ملايين السنين، صحيح؟ صحيح. كم عمري وعمرك المية هذه؟ كم تمثل في الملايين؟ ولا شيء، ومضه ومضه كذا ومضه. طيب هذه الأرض، الكرة الأرضية اللي إحنا عليها، الكرة الأرضية إيش حجمها في الكون؟ ذرة. فنحن يا كرام ومضة في ذرة. لماذا تجعل ثمة هناك مشاحنات؟ ما الذي ستفعل في هذه الومضة على هذه الذرة؟ لا شيء يستحق، لا شيء يستحق
أن نتخاصم عليه في جناح البعوضة. جناح بعوضة جميل. عيال عم في المحاكم عشان قطعة أرض، وأخوان متهاوشين عشان ورث، وجيران متهاوشين على موقف سيارة، وزملاء متهاوشين عشان مشروع قدمه باسمه وما حط اسمه، أشياء يا جماعة والله لو تذكرنا أهوال يوم القيامة لا غدت الأشياء في حجمها الحقيقي. أيها الكرام أيها الأحبة، كلما سمات أخلاقك وارتقت في السماء. إيش يصير للي تحت؟ كلما رقيت فوق إيش يصير للأحجام؟ تصغر. كلما ارتفعت في سماء الأخلاق سترى كثير من المنغصات في حجمها الحقيقي، إنها ولا شيء ولا شيء. في خاطرك شيء يا أخي أخرجه، أنت لست مسؤول عن مشاعر الآخر تجاهك، أنت مسؤول عن مشاعرك تجاه الآخرين. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على رجل من أهل الجنة، 3 مرات يدخل عليكم رجل من أهل الجنة مع هذا الباب، 3 مرات. فلحقه عبد الله بن عمرو بن العاص قال يعني إيش تسوي أنت؟ فجلس معه في بيته لم يرى زيادة صلاة ولا تعبد ولا صيام ولا، فسأله قال يا أخي شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أنت إيش تسوي؟ قال كما رأيت ما عندي شيء، غير أني أنام لا أنام وفي صدري غش لمسلم أو حسد لمسلم لأخي المسلم. قال هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. يب سهلة. لذلك يوميا أرجوك أدعو لمن تكره بأحب الأشياء إلى قلبك. أدب نفسك، ادعله وشوف كيف الله يخرجه من قلبك وتعيش سعيد جدا. أنتم بتطلعون مؤثرين يا جماعة. ترى العداوات تثقل قدم الطموح. إنسان الطموح ترى عداوة وهوشة ومدري إيش، يا أخي عيش حياتك وانطلق بأجنحة التأثير، لا يقصقصها عندك هوشات ومشاكل لا 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 لا، اللي في خاطرك طلعه، كن جريئا كن شجاعا وأرسل رسالة يا أخي واستسمح منه. اختصم مرة محمد ابن الحنفية مع الحسن ابن علي رضي الله عنه. محمد ابن الحنفية أخو الحسن، بس أخوه من إيش؟ من أبوه. الحسن أمه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن أبي الحنفية أمه فاطمة بنت الحنفية، وأبوه علي وهذا أبو علي. فاختصما من أكبر، الحسن أكبر من محمد بن الحنفية. فلما اختصما تفرقا، فكتبا محمد إلى الحسن قال إذا أتاك كتابي فأتني فسلم علي. فوصل الكتاب إلى الحسن وقرأ الكتاب وعجبي أصغر مني وغلطان علي وأنا أعظم مكانة منه، وشون أنا أروح له؟ ولكنه تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغلق الخطاب والكتاب وذهب إليه وسلم عليه. ثم قال له ما صنعك على ما فعلت؟ ليش كتبت لي كتاب ولازم أجي؟ قال لأن جدك يقول وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأن لابن الحنفية أن يكون خيرا من فاطمة، من ابن فاطمة الزهراء. لما تنطلق من هذا التفكير تبدأ تفكر أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، ترى ما أنت بضعيف إذا أرسلت رسالة تعتذر، أو رسالة تدعو له، أو رسالة تشكره، أو رسالة تقول أنا مشتاق لك، أو رسالة الله لا يخليني منك، ترى ما أنت بضعيف. أنت عند الله الأعلى بغض النظر عن نظرة الناس لك، يا ضعيف وليش ومدري إيش. لا 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 لا، هذه أمور إذا شفت الجنائز مصطفى ستعرف أن هذه الأمور لا قيمة لها. الله. تقول عائشة لله در التقوى ما تركت في لشفاء الغليل من سبيل. تقول لتقوى الله نحتمل الناس. يقول عمر رضي الله عنه لولا يوم القيامة ما رأيتم مني ما لا ترون. ولكن شو اللي يرد الناس؟ شو المتقين يردهم؟ تذكر أن ثمة حساب وعقاب وعدل وفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن كلما زادت عداواتك نقصت مساحة الأرض التي تستمتع بها. النقطة الأخيرة، كلما زادت رحب بالأعداء. كنا إيش؟ ما في أعداء إن شاء الله. كانها متناقضة صح؟ رحب بالعداوات يا جماعة. خذها قاعدة. لن تكون أفضل من الأنبياء، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حقهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. خذها قاعدة ثانية،
خذها قاعدة ثانية. إنسان بلا أعداء إنسان بلا مبادئ. إنسان بلا أعداء إنسان بلا مبادئ. ليه؟ لأن اللي ما عنده أعداء معناها مرضي الجميع، لأن ما عنده مبادئ فأرضى الجميع. وثمة أناس لا يرضيهم إلا أن توافقهم على الباطل، فماذا أنت صانع؟ لذلك موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى في حقه: وألقيت عليك محبة مني، يعني أي واحد يشوفك يحبك. أحبه فرعون؟ أحبه قرة عين لي ولك، أحبه. متى كره فرعون وتحول موسى إلى عدو؟ مبدأ. عندما أعلن مبدأ، عندما تعلن مبادئك ويصطدمون الناس، فأنت لم تختر أن يكونوا أعداء، هم من جعلوا أنفسهم أعداء لمبادئك. لا تزعل، لا تزعل. ليش؟ قصدي من هذه أن ثمة أطروحات حتى في التدريب، أنك تصادق الناس كلهم وأنك تصير صديق الجميع وأنك عادي بالجميع. لا 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 لا، صدقني ذا الوجهين هذا لا يصلح. أن تكون صاحب مبدأ أن يكون لك أعداء، أنت لم تتقصد عداوتهم، ولكن أيضا لا يدعك الحرص على تأليف قلوبهم أن تتنازل عن مبادئك. وبعدين يجون كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني لكم دينكم ولي دين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. ما تنازل عن مبدأ. قال: لا. قالوا: تعبد إلهنا شهرا ونعبد إلهك سنة. لا. تعبد إلهنا أسبوع. لا. يوم. لا. ساعة. لا. دقيقة. أنا ما يهمني تكونوا أصدقاء ولا أعداء، أنا يهمني المبدأ يكون ثابت. وحياكم الله إذا تجون معي وفق مبادئي. هذا ما كنت أريد أن أوصله برسالة رحب بالأعداء. نختم بيقظة وعي على عجالة سريعة جدا جدا جدا. سأسألكم سؤال، أسأل المشاهدين سؤال، أريد الإجابات، إما أن تكون يعني بعد هذه الفقرة في أي وقت، أيضا الأخوة والأخوات في تويتر أو في أي فضاء إعلامي ممكن يجاوبون على هذا السؤال. سؤال: أيهما أصعب، أن تعيش مع شخص يحبك أكثر أم تحبه أكثر؟ سؤال، ما عندي شيء، أنا ما أقدر أجاوبك، أنا ودي تفكر فيها، هذا من باب الوعي العاطفي. هل من الصعوبة أيهما أصعب عليك؟ لول. ما أدري، أن تعيش مع شخص يحبك أكثر لول. تعيش معه يحبك أكثر أو تحبه أكثر؟ يحبك أكثر. ما أدري، فكروا فيها. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى في الفقرة الجاية. شكرا أبو بدر. طيب نأخذ الأسئلة. أي تفضل أستاذي، معلش تفضل. أنا أيكم؟ إيه أستاذ بدر. تفضل. الله يهنيك أستاذ ياسر. ما هو الدواء لمن وقع في هذا الداء صراحة؟ في داء العشق. في داء العشق، هو ما حضر الدورة ولا ما عرف الأشياء هذه، وصل الآن هو بالمرحلة ذي ما يقدر يتحمل أي شيء، يعني أي شيء يأثر فيه، وش الدواء لهذا الداء؟ طيب ممتاز، في سؤال ثاني إن شاء الله، بس بشوف الأسئلة بس أرجع لك إن شاء الله. تفضل. أنا بس الحين يقول لك ان القوة الصح او العلاقة الطيبة ما تجي الا بعد المشاكل بين شخصين او كذا، ايش السبب؟ ايش؟ رب ضر نافع. احيانا يجي اثنين يجي بينهم تتش او مشكلة او شيء، جاء في مكان، جاء موظف وصار بينه سوء تفاهم، رجع عليه اليوم اللي بعده قال خلاص انا صار بينهم كلام، تشوف قلوبهم سبحان الله جت على بعض لا اراديا. أشوفها كثيرة منتشرة. بعد المشاكل إلا المحبة. أي يعني تقصد إن بعد المشكلة تحدث العلاقة. زين العلاقة. ممتاز. العلاقات في بدايتها تعتمد على كثير من المجاملات. فيبدأ الإنسان يحمل مجموعة من الملفات المفتوحة تجاهك، أجاملك بس أنا ساكت 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 ساكت. عندما نختصم أجيب أنا كل هذه المشاكل وأستدعيها وأصارحك بها، فتغلق معي بعض الملفات فأرتاح، فتعود المياه إلى مجاريها بإذن الله. لذلك يا جماعة مهم جدا أن تبني علاقاتك على الإفصاح وليس على التغافل والكتمان. العلاقات العامة الأصل فيها التغافل. الله. تجالس جنبي في طائرة في جلسة، الأصل تغافل. في العلاقات الخاصة التغافل سوسة العلاقات. لازم أصارحك، بس بشرط أن أرفع شعار الإفصاح من أجل الإصلاح.
إذا كان الإفصاح سيؤدي إلى إفساد أكثر أسكت. فهذا الآن عندي شرط أو ضابط لهذه المسألة. تفضل سالي، ناخذ من يمين ويسار. تفضل. الله يعطيك العافية أستاذ ياسر. على راسي. فيه اختلاف بسيط بس مع نقطة ذكرتها. تفضل. اللي هي نقطة الإحسان، وقلت إنه الشخص المحسن أحسن لمصلحة. نعم. الاختلاف لما أنت سألت قلت وش الإحسان، ثلاث أرباع الشباب عرفوا لك الإحسان إنه اللي يعطي وما يبي مقابل. صحيح. انصدمنا إنه طلع الشيء هذا مصلحة، مقرون في مصلحة. صحيح. ففي كثير ناس نعرفهم محسنين وإن شاء الله أن نكون منهم، أحسننا مو لأجل مصلحة. صحيح. أو نبي شيء. أنت صحيح. وصدمنا بالتعريف أنه طلع مصلحة. نعم. وصحيح ما ذكر ابن تيمية، يقول الله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. منكم جزاء، جزاء أول منكم، بس أبغى من الله. أبغى من الله. صح. إذن أنا كان هدفي من إعطائك مصلحة أحققها بيني وبين الله سبحانه وتعالى، عندما أتذكر كما يقول الله سبحانه وتعالى يا ليتني قدمت لحياتي. فأنا قاعد أشتغل من أجل الله لنفسي. هذه المصلحة التي أخروية تكون لي. لا أريد منك أنك تقول لي شكرا ولا أن تكافئني بالمثل. يعني ما في مصلحة دنيوية. أي إن ما في مصلحة دنيوية. شكرا. سنة. نعم. تفضل. طيب أنا ونرجع يمين. تفضل. بس أنا يوم ذكرت كلما زادت كلما زادت علاقاتك زادت مسؤولياتك. صحيح. هذا بعض الشباب ممكن يفسر أنا مثلاً بقعد مع الشباب اللي دائماً أمشي معهم. مثلاً أنا في عندي شباب أصدقاء الطفولة، وصلت إلى مرحلة مثلاً في عندي أصدقاء في الإعلام، في عندي أصدقاء في البرامج. فكيف نوصل الوعي؟ معارف. إيه معارف. هؤلاء معارف وليسوا أصدقاء. لا، ربما وصل إلى درجة يفهم على إنه أصدقاء لأن مشكلة. في مشاريع. إحنا نقول مشكلة. إذا جعلت الناس اللي في منزلة المعارف أصدقاء، هنا تحولت الصداقة إلى مسؤولية فيها حقوق وواجبات. أنت قدها ولا لا؟ هذا السؤال. قادر تحملها ولا لا؟ لذلك خل الناس على 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 دوائر المعارف ودوائر الزمالة ودوائر الجيرة ودوائر الصداقة. لا بد أنك توزعهم ويفهمون هذا التوزيع من خلال تواصلك وتعاملك وردات فعلك. أن لا يكون عندك إلا دائرة واحدة، أنت هنا تحول الناس إلى 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 غرماء لك، كل إنسان يشرع عليك ويعتب عليك لتقصيرك في حقه. تفضل أستاذ بن. تفضل. أي واحد. تفضل بن. والله هذه وقفة، شوف وقفنا الأشياء كثير. نطلب إنه الفقرة هذه يزيد وقتها، لأنه كل مرة تسر قلوبنا وتروح. أستاذ ياسر الله يغفر لك، شكرا لأدبك وجمالك. لكن شوف، في قاعدة في الإعلام مهمة، قاعدة مهمة، يقول الجاحظ للكلام غاية ولصبر المشاهدين والمستمعين نهاية. يا سلام. جيد. وأن تتكلم ويقول الناس ليته يكمل خير من أن تتكلم ويقول الناس ليته يسكت. هذه قاعدة في الإعلام، جيد أنكم تتبهون لها. وأنا والله ودي أسكت ويقول الناس يا ليته يكمل، ما ودي بالثاني يعني. تفضل. جواب السؤال هذا معليش بقول رأي أنا. نعم. سبع ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله تحابا. لأنه نعم. لو كانت زي كذا يحبك أو تحبه، هذه حتوصل وحتوديك على موضوع العشق اللي تكلمنا عنه، حنرجع يوتيرن باك. لكن تحابا، العطاء من هنا ومن هنا إيش ما كانت العلاقة حتستمر. نعم. تحابا في الله. في الله. إيه. اجتمع. نعم. عليه. أفضل. نعم. أحسنت. شكرا. تفضل. صديق عزيز علي حيل يعني. نعم. فكلمني بالواتساب وبين لي انه زعلان. قال انا يعني انت انه زعلان علي وانه ما يبي يكلمني وانه خلاص. فدزيت له بيتين، قلت له لا يا رفيقي ماني متغير ولا الزمن يامرني وينهاني، بين الوجيه اللي تجي وتسير انا الذي لا احتجتني بتلقاني. سلام. 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 بعد ما دزيت له البيتين هذه سبحان الله رضى علي وردت العلاقه والامور طيبه. لا شك. لا شك. شوف تكلمت أنت طال عمرك بالحاجة، فهذا اللي طرى علي الموقف هذا. فسبحان الله. لا أحسن. ترى ورجال تأسرها المرؤات، الرجال ترى ممكن ترسلها الواحد ثاني والله يقول ما يدري إيش السالفة، يقول لك المنقع اسمه لغز ولا. فمو بالضرورة أنه يكون قاعدة، لكن الرجال تأسرها المرؤات والإحسان يأسرها. نعم. أحسن. تفضل سالي. أخذني الخيال إلى المستقبل وإني تزوجت. حلو. بعد مشيئة الله. نعم. تمام. أعطيت زوجتي النفع وأعطيتها الأمان وأعطيتها الحب، وصلت لمرحلة العشق وتجاوزت مرحلة العشق ووصلت إلى الهيام. تمام.
هل يدل أنه الآن حياتي أنا حتكون في خطر وحتنقطع هذه العلاقة؟ العلاقة، علاقة العشق خطأ يا جماعة. من تعلق بشيء، يقول العلماء، من تعلق بشيء وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن تعلق بشيء عذب به، عذب به. يعني أنت لما تتعلق، شوف، إذا افترضنا أن حياة، لا أدري أنا ذكرتها لكم ولا لا، ممكن ذكرتها لكم، خلوني أعيدها بس على هذا السياق. إذا افترضنا أن الإنسان عنده مجموعة أدوار، الآن مجموعة أدوار، إيش مشكلة العاشق؟ أنه يحرق كل الأدوار ويضخم دور واحد. فالآن الزوج عنده دور ماذا؟ دور ماذا؟ زوجته، الاهتمام، لا لا، دور 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 أب وابن، عنده أب وأم وأخ، عنده أخوان وصديق وجار وزميل كذا وزوج. فإذا أصبح زوجا عاشقا أكبر، فابتلع جميع الأدوار. هل هذا صح في حياته؟ لا، حياته تعرج هذا الإنسان، هذا شيء. لذلك كثير من الأخوات، من النساء تحديدا، تتمركز حياتها حول زوجها. حول زوجها. لذلك يمكن أن نقول أن بعض النساء حياتها كتاب، وبعض الرجال حياته كتاب. طيب، كتاب الرجل إحدى صفحاته مكتوب فيها زوجتي، وكتاب المرأة كله كتاب عنوانه زوجي، كله العنوان كله. هذا الشيء إحنا نقول غلط. التمركز بمعنى حضور الزوج أو غيابه يؤذيني، زعله أو رضاه يؤذيني، لا لا، أنا عندي عيال وعندي جيران وعندي أهل وعندي أدوار في الحياة وعندي، وبالتالي لا أختزلها كلها في شخص. فإذا اختزلتها في شخص أصبحت كالألعوبة بيد ذلك الإنسان. لذلك هل ممكن إذا تحولت علاقة الحب إلى عشق أنها علاقة خاطئة؟ الجواب نعم. الجواب ليست علاقة صحية أبدا. تفضل ناخذ، بس قبل أن أخذنا من هذا الجامعة إيش فايز، ناخذ تفضل. بالنسبة على طاري زيادة العلاقات، أنت قلت كثرة الأصدقاء يعني متعبة. نعم، لا شك. وأتذكر بيت للشاعر ابن حمري يقول: من كثر الصدقان لابد يغرم، شوف كثرة الصدقان ساس الوزايم. كثرة الصدقان، لو تعيدتك معلش. من كثر الصدقان لابد يغرم، يا سلام، شوف كثرة الصدقان ساس الوزايم. يعني مستحيل واحد أنه يا سلام مهما كثر الأصدقاء أنه يعني يغطي على محبتهم، على لقائهم، على إيه، يا سلام، أنه يوفي حقوقهم. يا سلام بالله اكتبها لي بس استفيد. زاك الله طبعا خير. للشاعر الكبير علي بن حمري، والنعم فيك وفيه من يسمع. أي، ناخذ من هنا ثم نختم بسؤال هزاع. تفضل فايز. ما عندي سؤال يا ياسر، ولكن صراحه فرحان اني كسبت المعركه مع الوالده. مع الوالده اني ذكرت لك موقف اني تناقشت مع الوالده، قلت ان كل العلاقات قائمه على المصلحه، وطرحت هنا بعض الزملاء خالفوني، فجيتنا وقلت له بجاوب ان شاء الله في واحده من الحلقات. ان شاء الله لا ان شاء الله من معركه هي، ولكن انا ادليت ب يعني مدارسه هي، انا ادليت بحجتي، فممكن يكون في الحلقه الجايه حجه ثانيه. يعني صراحه لامست جرح في نفسي، اللي هي مساله انك تدعو لشخص تحمل عليه في نفسك. انا والله ما حملت على الا شخصين في حياتي كلها، فوالله ما عالجتها الا بالدعاء لهم. اي نعم. والله نعم. كذلك حتى احنا في ميدان تنافس، اخواني هذول كلهم يسمعون، احيانا سبحان الله يدخل الشيطان بيننا، فوالله اني ما اعالجه الا بالدعاء له. يا سلام. سواء انت شفت تتقدم في مهاره معينه، ادى طريق معي، اعالج نفسي بالدعاء له. يا سلام. اؤكد بس على يا سلام. يا سلام يا جماعه معلش، يعني تعليق على كلام فايز. الان عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفر البئر، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان اللي هو رابع أو نعم ثالث الخلفاء، عثمان رضي الله عنه الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال هذه عن عثمان، عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي مات والمصحف في حجره، وعثمان الذي قتل
شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فإن عليك نبي وصديق وشهيدين، وكان معهم عثمان رضي الله عنه. عثمان بهذه الأعمال كلها حسنة في ميزان أبو بكر الذي دله على الإسلام. أنت في هذا البرنامج إذا دعمت رفيقك ادعمه وأنت تنظر أن هذا عثمانك، هذا عثمان. إذا فاز فأنت أحد لبناته، ادعو له، خله يطلع، خله يتكلم، خله ينشر فضيلة، خله يقول كلام ينير عقلا، يشرح صدرا، يغير فكرا. من السبب؟ أنت. قتلنا الظهور أمام الكاميرات، وما أجمل النوايا لمن هم خلف الكواليس. كواليس، خله يطلع، خله يتكلم، خله شوف لك قصة يا أخي قلها أنت. يا جماعة ترى الموفق والمسدد والمتقبل والمعين والهادي هو الله سبحانه وتعالى، لا تعتمد على نفسك. وبالتالي نتفق معك فايز أن احنا هنا لا يجب أن نتنافس، هنا يجب أن نتكامل لنخرج نموذج يستحق المشاهدة في التلفاز. فإنكم ستسألون، أنت ستسأل. واعلم أخي الكريم أن المؤثر ليس هو صاحب المعلومات أبداً يا جماعة. المؤثر ليس هو صاحب المعلومات ولا المقولات ولا النقولات. المؤثر هو، مرة من المرات كنت جالس في المسجد النبوي بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت منشغل في دورة كيف تكون مؤثراً. يا رب شلون أكون مؤثر؟ يا ربي أنا جنب أعظم مؤثر، يا ربي افتح علي، أنا أبغى أصير مؤثر وأنفع الناس، كيف يصيرون مؤثرين؟ وكان عندي سؤال، كيف يكون الإنسان مؤثر؟ غير نبرات صوتك، قل مقولات حلوة، جب عن حسن البصري كلام. لا 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 لا، هذا ما يصلح، هذا ليس تأثير المنشود، لا لا لا. المهم صليت يا جماعة، كبرت. تعرفون يعني في الحرم زحمة، خاصة النبوي في ذلك المقام كان زحام. ففي اثنين من المغرب تونس لا أدري انسدحوا كذا، استلقوا على ظهورهم ثلاث روس كذا سولفون قدامي مرة هنا، يعني شلون بصلي ما أدري. فقعدوا يسولفون، فيقول له الأول يقول للثاني يقول شفت الشيخ فلان في الحرم؟ قال إيه. قال والله يا أخي أنا ما استفدت منه كثيرا، واستفدت من فلان أكثر منه وإن كان أقل منه علم. فإيش السبب؟ يقول له أنا يؤثر فيني كلام الثاني أكثر من الأول. فالثالث كان مستلقي، قال لهم كلمة وكأن الله أرسلهم لي. قال له، قال يا ولدي المؤثر ليس صاحب المعلومات، المؤثر هو صاحب المعمولات. إنك أنت تعمل المعمولات، أن تقول ما تفعل وتفعل ما تقول. يا جماعة المؤثر ليس ذلك الذي يقف أمام الناس ويتحدث، المؤثر هو ذلك الذي إذا وقف أمام الناس وقال يا عبد ربك ربك ربك، جاء في الليل قال يا رب عبدك عبدك عبدك. هذا اللي يدخل كلامه قلوب الناس. المؤثر هو ذلك الرجل الذي إذا وقف أمام الناس، ذلك الغلام سأل والده أو إمامه قال يا إمام لما إذا تحدثت يتأثر الناس وإذا تحدث فلان لا يتأثرون؟ قال يا بني لأنني أدعوهم في النهار وأدعو لهم في الليل. أنت إذا جيت تنام ادعو للناس يا أخي، ادعو لزملائك، ادعو لهم أن الله يفتح على قلبه، أن الله يسدده، أن الله يجري الحق على لسانه، على لسانه. طيب وعامة المسلمين، أي واحد سينتفع بدعائك هو في ميزان حسناتك. الله يعطيكم العافية، أنا أطلت عليكم كثيرا، حياكم الله إن شاء الله، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات. باقي جواب هزاع، طبعا جواب هزاع أنا تركته عمدا لأنه طويل، لأنه يحتاج حلقة. كيف أغير العلاقة من علاقة عميقة، من علاقة من تعلق إلى علاقة عميقة إلى علاقة سطحية؟ مشكلة الناس يسوون يبيض يسود، يا يتهاوش يا يتعلقون يا يتهاوشون. لا، هي ممكن نرفع على مستوى العلاقة العميقة ثم نرفع على مستوى العلاقة السطحية ثم تكون علاقة سليمة سوية ما فيها شيء، لكنها يحتاج إلى بسط وشرح في إن شاء الله ممكن في مقام آخر نتحدث عنه.
تفضل حزاء. اخر شيء اختم به تفضل. لما قلت ادعو له، انا قبل 3 ايام من الان جيت الصباح عند الشيخ سعد العتيق، وجيت وقلت له يا شيخ انا بما اني وقفت معك ابغى منك كلمه يعني اجعلها نبراس في حياتي وكذا. فقال اذا كنت تريد ان تكون عظيم في من لا تحبه فادعو له في الليل. نعم. وكان يحرص عليه ويقول، قال صعبه، ادري انها صعبه، قال حاول فيها حاول فيها، وباذن الله يكون كل من لا تحبه هو يحبك. نعم، الله سبحانه يؤلف قلبه ان شاء الله باذن الله تعالى. الله نصيحه للمشاهدين لنا، اجمع الناس اللي في خاطرك عليهم شيء، حطهم في جروب، اكتب تأليف القلوب، ثم تعمدهم بالنصح، عفوا تعمدهم بالدعاء وبالتواصل، ولكن لا ترتجي ولا ترتقب ردة الفعل. يمكن ترى ردة فعله أنه ما يقولك شيء، تدعي له يقولك شكرا كلمة، يعني طويل كلامك هو كلمة واحدة. إذا بديت تشوف ردة الفعل فأنت لا تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا لا، أنت فقط 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 الذي تريده أن تهزم 3 أشخاص من خلال شخص، أن تهزم 3 من خلال واحد. من تهزم؟ النفس، الهوى، والشيطان. تهزم شيطانك نفسك وشيطانه وشيطان من أفسد بينكما. أنت 3، أنت هذا هدفك ترى، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. وبالتالي لا يهمك ردة فعل الطرف الآخر، خلوها مبادرة، خلوها قرار أن احنا اليوم نبدأ ندعي للناس، الناس اللي خلف الشاشات، إذا أحد عندك بينك وبينه في خاطرك شيء يا أخي، ترى الدنيا ما تسوى. مرة مرات في جروب، خلوي معي بختم بهذه، آسف، في جروب مرة مرات كنا موجودين مجموعة من الكبار والفضلاء وتهاوشوا، أنت 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 أنت، فهدأ الموضوع، راح له، راح الأول ألف واعتذر له على الخاص. إيش سوى باء؟ صور اعتذاره ونزل في الجروب، قال شوفوا يعني جاء يغلط علي في العلن ويعتذر في السر. فرد عليه هذا قال أصلا أنت يا خفافيش الضباب، رد عليه قال أنت يا جرذان الأرض، ولع الثاني مرة أتحداك وقابلني، الوعد وين؟ تهاوشوا، قال أتحداك تجيني عند بيتي، قال وين بيتك؟ والله لا جيك وأسوي وأفعل. كبار فوق 40، واحد منهم مشرف تربوي والثاني دكتور، تهاوشوا. فقال له هذا، قال له تعال لي عند بيتي، قال وين بيتك فيه؟ قال عند مسجد الراجحي، أتحداك إذا رجال تصل معي العصر والله لأفعلن وأفعلن وأفعلن. ويجي ذاك اليوم من بكرة ويروح يصلي معاه العصر، ويعلن عن صلاة الجنازة 15 نفس. يوم صلوا على الجنازة وهم طالعين لقوا بعض، فقال له تدري ليش قلت لك تجي المسجد الراجحي؟ بس عشان أوريك إن هذه نهاية الدنيا والله ما تسوى. فضم بعضهم البعض وبكيا. هذه قصة أنا وقفت عليها. إذا أنت عرفت أن نهاية هذه الدنيا ما تسوى شيء، ما تسوى شيء، طيب طالما الشيء في يدك بادر فيه.